يحضر التيار الوطني الحر لاستكمال الجولات على المرجعيات اللبنانية في مختلف المناطق للبحث في الأفكار يلي طرحها رئيس التيار لمواجهة الأزمة الراهنة. أبدأ إعلام المخضرم يكثر من إطلالاته التلفزيونية عتب علني على زميلات وزملاء لانتقاد الموقف نافر أطلقه مع صحافة زميل قبل أيام. سارع موقع إلكتروني تابع لمؤسسة إعلامية مرئية إلى حذف مقال تبين أنه مغلوط بعد ما أجرى صاحب العلاقة اتصال بالكاتب مواجهاً إياه بالحقائق.